هنا وفي هذه الأحياء النائية يمكنكم أن تتابعوا كيف يتم رصف الطرق بواسطة آلات معينة فقط، ولا يوجد آلات حديثة وعملاقة حتى تقوم بالأمر. فيمكنكم أن تتابعوا عديد الطبقات التي يتم وضعها، وذلك حتى يتم تغبدة هذا الطريق من البداية إلى النهاية. لنتابع معا كيف يتم فرد الطبقات حتى يتم تغبدة الطريق. هكذا يتم فرد الزفتة كما تشاهدون بواسطة هذه الآلات، وبعد ذلك تنزل الحجارة بالزفتة الساخنة حتى تلتصق تماما بالطريق، ومن ثم تقوم آلات بتسوية الطريق جيدا حتى يتم تعبيدته بشكل مميز. لنتابع معا العملية وكيف ستتم لعمل هذا الشارع أو الطريق العملاق. لنتابع هنا بواسطة هذه الآلة العملاقة والتي تقوم بفرد الزفتة وبألوان معينة وهي الأحمر والأسود، كما يتم وضع طبقة صفراء لعمل لون جميل في الشارع. يمكنكم أن تتابعوا عملية إنزال الزفتة وفردها وكبسها بهذا الشكل بواسطة هذه الآلة الجميلة والعملاقة. لنتابع معا كيف يتم الأمر. ما رأيكم بهذا الطريق الذي يتم تعبيدته بالزفتة وكيف يتم إنزالها بهذا الشكل ورصفها جيدا على الطريق بشكل رائع؟ يبدو الأمر مميزا، وهذا الشارع يغدو جميلا للغاية بعد أن يتم صب الزفتة فيه. لنتابع العمل وكيف يسير بشكل مميز. يمكنكم أن تشاهدوا هذه الآلة وكيف تعمل بإنزال هذه الأذرع، والتي تتمكن من إنزال الإسمنت والزفتة بكل سلاسة وسهولة وتوزيعها على الطريق أو الثغرات الموجودة على الطريق لإصلاحها. تابعوا جيدا كيف يتم الأمر بواسطة هذه الآلة الرائعة والمميزة
والتي تقوم بإصلاح الندوب. حتى يتم تعبيدة طريق جيد، يمكنكم أن تتابعوا بداية كيف يتم إزالة الرمال الزائدة، وأيضا يتم جلب هذه الآلة المتخصصة بوضع علامات الطريق، وذلك حتى تقوم بتكسير وتحطيم الطريق القديم والإسمنت الذي كان فيه، وبعد ذلك يتم صب الإسمنت بالطريق بهذا الشكل حتى يتم رصفه بالإسمنت كما ترون أمامكم عبر هذه الآلة التي تقوم بجره وتسويته بشكل رائع. لنتابع معا العملية وكيف تتم. بالطبع يوجد الكثير من الندوب في الشوارع أو في الأماكن التي تمشي عليها السيارات، وهذه الندوب مع الزمن تتفتح أكثر، ولإصلاحها يتم جلب الزفت بهذا الشكل وعمل هذه الشقوق وتعبئتها جيدا حتى يتم إصلاحها. لنتابع معا كيف يتم الأمر. شاهدوا هذا الطريق والممر العملاق كيف يبدو رائعا ومميزا، ولكن ما كان ليحدث لولا الآلات المميزة والرائعة التي قامت ببنائه. فيمكنكم أن تتابعوا هنا عملية تعبيد هذا الطريق وبنائه من الصفر إلى أن وصل بهذا الشكل. لنتابع معا. شاهدوا هنا كيف يتم صب الزفت على الطرق حتى يتم تعبيدتها، إنه لأمر رائع.